كمشي جينا مستعدين لهذه المقابله ضد استاد ماروكان، فريق اللي قوي، فريق اللي عنيد، عنده لاعبين في المستوى. الحمد لله كما شفتي سجلنا الهدف الاول. الامور كنا غاديين كما داكشي اللي بغينا مع التعليمات ديال السي بودرع. حاولنا ما امكن نبقاو محافظين على التركيز ديالنا. اللاعبين خرجوا من التركيز ديالهم. الحكم شويه كان معصب حتى هويا. كما شفتي في الشوط الثاني دخلنا عازمين باش نحافظوا على التعادل، ناخذوا نقطه من استاد ماروكان. ما تاثرش لينا خساره شويه قاصحه حكم الترتيب اللي حنا فيه اللي ما تسمحش لينا بالغلط. الدورات غادي وكيتزادوا، راك عارف الروتور شويه تيكون صعيب على لالي. كنتمنى ان شاء الله نداركوا في مقابلات اللي جايين. مقابله جايه عندنا اتفاق، المقابله ما غاديش تكون سهله. كنطلب من الزملاء ديالي باش ينساو هذه المقابله ونفكروا في المقابلات اللي جايين. ان شاء الله عندنا عناصر اللي تقدر تخرج هذا الفريق من هذه المرتبه اللي حنا فيها. وكنتمنى ان شاء الله الدراري يثقوا في راسهم وينساو الترتيب اللي هما فيهم باش يخرجوا من هذه المراتب اللي صراحه ماشي في زعما في الداخل ديالنا، زعما ماشي ما خصناش نكونوا حنا في هذا الترتيب. حيت شي لعاب بلعاب فريق وداد تماره، عناصر اللي مجربه مع عناصر شباب. كنتمنى ان شاء الله نخرجوا من هاد المراتب اللي حنا فيها ونحققوا انتصارات اللي خولينا نزيدوا في سبوره الترتيب. السلام عليكم، شكرا، تحياتي.